فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن؟ هذا الكتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، فأي شرح يتيسر لك تقرأ فيه. والشروح الموجودة الآن شرح ابن دقيق العيد الذي أملاه على أبي المظفر بن الأثير، فشرح ابن دقيق العيد المسمى بالعدة، شرح العمدة، هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس. فظهر شرح مطول لابن الملقن يبلغ 10 مجلدات أو أكثر، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، الشروح ميسورة ولله الحمد، منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط، وشروح معاصرة. نعم.